في خطوات عامة يجب على سواء الأسرة أو المصاب ينتبه عليها جدا. من أول الخطوات سواء إذا كان هذا المصاب كبير بالغ يقدر يقرأ الملصقات الغذائية، لازم قراءة الملصق الغذائي لأي منتج من المنتجات الغذائية. رقم اثنين، إحنا وايد نروح المطاعم، لازم داخل المطعم أو داخل المنشأة الغذائية نتأكد إنه الأطعمة اللي موجودة ما تسبب الحساسية، أو أي نوع من الأطعمة اللي أنا أطلبها ما فيها مسبب مسببات الحساسية. ولازم نتأكد أن هناك داخل المطابخ فصل للأطعمة، لأن ممكن أي يعني قطعة صغيرة من مسبب الحساسية تكون قاتلة للشخص المصاب بالحساسية. من الأمور الأخرى التخطيط لوجبات الغذائية للأشخاص المصابين بالحساسية، وأيضا حمل أي علاج دوائي لي من مع هذا المصاب، على أساس أنه في أي حال من الأحوال صار عنده إصابة بالحساسية ممكن يكون عنده الإسعافات الأولية.